أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. على المدى وزير الكهرباء العراق يحتاج إلى 15,000 ميجاوات لسد حاجته. على يقين نت الميليشيات المسلحة تعوق إنهاء ملف النزوح الداخلي في العراق. على موقع كتابات 11,000 تاجر ومتعاطٍ للمخدرات في العراق. عربي 21 جمعة غضب فلسطيني نصرة للأسيرة والأسرى. الشرق الأوسط الصين تفرض حجراً على 13 مليون نسمة وأوروبا تحمي نفسها من أوميكرون. العربي الجديد استشهاد مسنة فلسطينية دغاسخة مستوطن شمالي رام الله. على القدس العربي الإطار التنسيقي يقترح إخضاع مناصب الرئاسات الثلاث للاتفاق السياسي ضمن مبادرة للخروج من أزمة نتائج الانتخابات. نبدأ من سلسلة مقالات للكاتب حاتم الفلاحي حول الطائفية صنيعة الاحتلال وأداة الحكومات المتعاقبة لتدمير العراق، حيث تناول حكومة الكاظمي وسياساتها. من كان يعتقد أن مجيء الكاظمي كرئيس وزراء قد يغير من المشهد العراقي شيء فهو وهم، لأنه محكوم بنظام سياسي فاشل مبني على المحاصصة الطائفية والتوافقات السياسية، كما إن حكومة الكاظمي لن تخرج عن السياقات المتبعة في تشكيل الحكومات السابقة. أي توافق إيراني أمريكي، والغريب هو موافقة الميليشيات على تمرير حكومته بعد أن اتهمته بالعميل الأمريكي والتورط بقتل سليماني والمهندس. كما أننا لن نعقل بأن إيران والميليشيات وافقت على تشكيل حكومة معادية لها وستعمل على تقليص وقصقصة نفوذها في العراق، وستعمل على حصر السلاح بيد الدولة وفرض القانون وهيبة الدولة التي طالما نادى وتغنى بها الكاظمي. وهنا أود الإشارة إلى تفاهمات وتوافقات أمريكية إيرانية في ذلك الأمر الذي جعل الجميع يوافق على تمرير حكومة الكاظمي. ومن يراقب المعوقات أمام تشكيل حكومة الكاظمي سيجدها قليلة ولا تكاد تذكر، ولا يوجد تهديد باستخدام السلاح ضدها، كما إن تمرير الكابينة الوزارية جاء بكل سلاسة عدا سبعة وزارات هي الخارجية والنفط والهجرة والمهجرين والثقافة والنقل والعدل والتجارة، حيث مررت فيما بعد ضمن وقت قياسي وهذا غير مسبوق في العراق. لقد أطلق الكاظمي الكثير من الوعود التي يمكن أن نقول عنها هي مطالب وطنية لاستعادة الدولة من العصابات التي سيطرت عليها، وبنفس الوقت هي لامتصاص غضب الشارع المنتفض، ولكن الواقع يقول إن نتائج هذه الإجراءات كانت طائفية بامتياز. فمن الوعود التي أطلقها حصر السلاح المنفلت بيد الدولة وتقديم قتلة المتظاهرين للمحاكم وفرض القانون وهيبة الدولة وإيقاف إطلاق صواريخ الكاتيوشا ضد القوات الأمريكية وسفارتها في بغداد ومحاربة الفساد والمفسدين وتقديمهم للعدالة، ولكنه لم يفي بهذه الوعود. نستمر مع الكاتب حاتم الفلاحي. قواعد الإطلاق والصواريخ والبطاريات والأسلحة الكاتمة وأجهزة الملاحة ووجود شخص إيراني غير كاف للأدلة، كما أن تبعيتهم وارتباطاتهم الخارجية بإيران جميعها لا تدينهم حسب القضاء العراقي، كما أن استعراضهم بالأسلحة ومحاصرة مقرات ودوائر حكومية مدنية وعسكرية وإطلاق التهديدات لا تدينهم أيضا لا تمثل الاعتداء على سيادة الدولة في حكومة الكاظمي، وجميع هذه التجاوزات لا تعتبر أدلة تدين هذه المجموعة ومسألة فيها نظر للقضاء العراقي النزيه.
إن طائفية حكومة كاظمي كانت واضحة بالتعامل مع خلية البعيثة بمنطقة الدورة عندما اعتقلت قوات من جهاز مكافحة الإرهاب مجموعة مسلحة تعود للميليشيات المسلحة مؤلفة من 14 شخص من بينهم إيراني الجنسية، مع مصادرة 3 منصات لإطلاق الصواريخ الكاتيوشا كانت معدة للإطلاق على أهداف أجنبية وعراقية، مع أسلحة خفيفة كاتمة للصوت وأجهزة اتصال وأجهزة ملاحة، ما دفع الميليشيات المسلحة إلى القيام بردة فعل قوية، حيث تحركت بعجلات حكومية ونزلت إلى الشارع بدون موافقات رسمية لتطويق مقرات حكومية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب في الجادرية والمنطقة الخضراء، مهددين باقتحامها ما لم يتم إطلاق سراحهم، واصفين هذه العملية بعربون عمالة يقدمه الكاظمي إلى واشنطن، ما خلق حالة من الفوضى في المشهد العراقي، مما يؤكد زيف الادعاء بأن ميليشيات الحشد الشعبي هي جزء من القوات المسلحة، حيث اضطرت الحكومة إلى التراجع وتحويل ملفهم للقضاء ليتم إطلاق سراحهم بعد ذلك، علماً بأن من يريد حصر السلاح واستعادة سيادة الدولة كان يجب عليه أن يحاسب الجهات التي تقف خلف هذه المجموعة المسلحة. يقول الكاتب: لذا فحكومة الكاظمي بدأت تفهم كما فهم القضاء العراقي أن ميليشيا كتائب حزب الله العراق خارج القانون العراقي وفوق الدولة، ولو كانت هذه المجموعة سنية لتم إعدامها في موقع الإطلاق وطبق عليهم المادة 4 إرهاب. فهل هناك طائفية أكثر من هذه؟ وهل هناك تسييس للقضاء أكثر من ذلك؟ كتبت ولاء سعيد السمرائي في مئوية الدولة العراقية في بورصة العملية السياسية كعنوان، كتبت: إن الفساد الذي ينخر جسد العراق منذ 18 عاما هو الفساد الذي تأسس مع غزو العراق واحتلاله، وهو ليس ظاهرة فقط كما يسميها الرئيس صالح، بل إنها أساس بنيوي لتسيير العملية السياسية وأحزابها وميليشياتها التي وضعها الاحتلال الأمريكي ويديرها مع الوكيل الإيراني في هذه المئوية. يتأكد العراقيون أن هذا الفساد هو أس الخراب والأساس الذي تم وضعه وتنفيذه لتدمير الدولة العراقية وتشظية النسيج العراقي الاجتماعي وتفجير نواة المجتمع والأسرة حتى لا يبقى بلد اسمه العراق ولا شعب اسمه الشعب العراقي. إن غزو العراق وتدميره وتحويله لدولة تابعة للإمبراطورية الآفلة للتراجع هو الحدث الأخطر والأكثر جسامة في تاريخ العراق وإنشاء دولته الحديثة الذي يجب أن يكون في قلب الاحتفاء بمئوية الدولة اليوم. لذا يبدو أن احتفال عملية الاحتلال السياسية بهذه المناسبة في غير وقتها وعلى عجالة ما هو في الحقيقة إلا مناسبة وفرصة تجارية ومالية تغتنم لتدوير نفس الأحزاب للحكومة المقبلة التي جاءت مع الغزو والاحتلال، والتي ورغم ثورة تشرين والاحتجاجات المستمرة منذ عام 2011 وما دفعه الشعب العراقي من أثمان باهظة لتحرير العراق لم تتخلى عن الدور التخريبي للعراق ولدولته ولمجتمعه، بل هي مستمرة على نفس الدرب تخدع وتخادع العراقيين. في كل لحظة تاريخية عصيبة ثار العراقيون بكل أطيافهم بهدف الدفاع عن أرضهم وبلدهم ووجودهم، وكانوا دائما على الموعد الصحيح لقلب موازين القوى على أرض الواقع، وهو ما سيحصل عاجلا أم آجلا لكي يعود العراق لأهله وشعبه ليبنوا بأياديهم نظاما عصريا ديمقراطي وتعددي حقيقي يليق بتاريخه كما طالب به ثوار تشرين. الفساد أصبح السمة الغالبة في تعامل الأحزاب وميليشياتها، فكل شيء يخضع للعرض والطلب وللسمسرة من أصغر أمر إلى مناصب الرئاسات الثلاث في العراق وبطريقة علنية، فلم يعد هناك من أحد سواء في الأحزاب أو في ميليشياتها لديه حدود قانونية ولا حتى رادع نفسي للتعامل به. لقد حولت أحزاب العملية السياسية
كلها دون استثناء وميليشياتها المرتزقة الدولة إلى بورصة لجني الأموال والاغتناء غير المشروع والنهب المنظم لثروات العراق والعراقيين، وبدت العملية السياسية بورصة وليس الدولة. حكومة أغلبية أم توافقية؟ خياران أحلاهما مر، مقال للكاتب أحمد صبري في صحيفة الميثاق الوطني جاء فيه. يحتدم الجدل السياسي في العراق حول شكل وملامح المسار السياسي الذي أنتجته الانتخابات البرلمانية، وكذلك أحقية من سيشكل الحكومة العراقية القادمة طبقا لنتائج الانتخابات المطعون بشرعيتها. يضاف إلى هذا الجدل السياسي مفهوم الكتلة الأكبر التي ستشكل، ولم يقتصر ذلك فقط على الحكومة واشتراطاتها، لم يقتصر الجدل على ذلك الذي بدأ يتحول إلى صراع على النفوذ بين القوى الفائزة والخاسرة على شكل الحكومة وطبيعتها، وهل ستكون حكومة أغلبية سياسية أم توافقية كما جرى خلال الأربع حكومات السابقة منذ الاحتلال وحتى الآن. نتابع. الخاسرون بالانتخابات يطعنون بنتائجها ويعلنون صراحة أنهم أمام واقع جديد قد يعيد تشكيل مشهد سياسي مغاير لهم يبعدهم عن المشهد السياسي. فيما يرى الطرف الذي يريد حكومة أغلبية أن التوافق عطل الحياة السياسية ولم يعالج تبعات فشل الحكومات المتعاقبة والتستر على فساد أحزابها، الأمر الذي يتطلب رافعة جديدة تنقل المسار السياسي إلى طريق جديد ربما يساعد على بلورة رؤية جديدة بعد أن تسبب التوافق إلى خراب العراق وهدر ثرواته وإفقار أهله، وصراع القوى العراقية النافذة في المشهد السياسي للاستحواذ على القرار السيادي بمثابة مشهد يكرس حال الاستقطاب السياسي والطائفي الذي كان سمة مرحلة ما بعد الاحتلال بعد تغول مدياته في المجتمع العراقي، ومخاطره على النسيج الاجتماعي وصولاً إلى فضاء دولة المواطنة وسيادة القانون ومنزوعة من سلاح الميليشيات، وما يعرقل ويفشل هذه الدعوات لإنقاذ العراق من محنته وتخليصه من أنياب الفساد اصطدامها بتغول المتمسكين بنظام المحاصصة الطائفية والسياسية التي حالت دون تحقيق المطالب الشعبية بدولة المواطنة العابرة للطائفة والعرق، على الرغم من أن هذه الدعوات تعبر عن موقف الغالبية الصامتة من العراقيين ونزوعهم إلى فضاء خال من الانتقام وخطاب الكراهية والاصطفاف الطائفي والتمسك بالثوابت الوطنية التي كانت على الدوام حامية لوحدة العراق. لقد آن الأوان للأغلبية الصامتة التي تفرض وجودها كرقم مهم في الحياة السياسية، بدأت بوادره تلوح في الأفق عبر ثوار تشرين والقوة الداعمة لأهدافه لتصحيح مسارها وإزاحة من تسبب بكوارث العراق عن المشهد السياسي ووقف تداعياته المتواصلة على جميع الأصعدة. زيادة الهجرة اليهودية للأراضي المحتلة بنسبة 30% في عام 2021، كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع حاد في الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة خلال عام 2021، وصل إلى نحو نشر 30% في العام 2020. موقع عربي 21 أصدر تقريرا عن وزارة الهجرة والاستيعاب للوكالة اليهودية ومنظمة نفس بنفس عام 2021 مع ارتفاع حاد في الهجرة إلى إسرائيل، حيث وصل 27,500 مهاجر إلى البلاد بارتفاع حاد يصل إلى 30% مقارنة بالعام الماضي. الولايات المتحدة تحطم هذه السنة رقما قياسيا في الهجرة مع وصول نحو 4,000 مهاجر بمساعدة منظمة نفس بنفس، وهذا ارتفاع بنحو 30% في الهجرة مقارنة بالعام الماضي، وهو عدد المهاجرين الأعلى من الولايات المتحدة منذ عام 1973. وأوضحت أنه طرأ في فرنسا أيضا هذا العام ارتفاع هام في الهجرة مع وصول نحو 3,500 مهاجر بارتفاع وصل إلى نحو 40% عن العام الماضي،
وأكدت من تسمى وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تيمنو شطة أن الهجرة إلى إسرائيل لا تتوقف رغم تفشي كورونا والقيود، وذكرت أن أوساطاً في وزارة الهجرة والاستيعاب وفي الوكالة اليهودية تتوقع أن ميل الارتفاع في الهجرة سيستمر في العام المقبل أيضاً. يشار إلى أن الاحتلال يدعم من خلال منظمات يهودية الهجرة إلى الأراضي المحتلة وسط مخاوف لدى قادته من أن تتقلص الأغلبية اليهودية في إسرائيل. الغارديان: كورونا لن يختفي قريبا وعلاجه ما زال صعبا. نشرت صحيفة الغارديان مقالا للمستشارة في الأمراض المعدية جوانا هيرمان، أشارت فيه لأن مرض كورونا المزمن لن يختفي قريبا، ولا تزال عملياته المرضية غير مفهومة بالكامل، ما يجعل الأمر صعبا. إذ قالت المستشارة إن العلاج صعب جدا، وهي طبعا مختصة بذلك، وأنها كانت قد أصيبت بفيروس كورونا في شهر آذار مارس عام 2020 وكانت حالتها خفيفة ولم تدخل إلى المستشفى، لكن أثر المرض عليها وعلى عائلتها إذ لم يكن خفيفا أبدا، مشيرة إلى أنها فقدت لياقتها العالية. نتابع. كوفيد المزمن عادت أخباره الأسبوع الماضي مع نشر بيانات من دراسة متعددة المراكز تشير إلى أن أقل من 30% ممن أصيبوا بكوفيد الحاد وأدخلوا المستشفى تعافوا تماماً بعد عام، مشيرة إلى أن الإحصائية صارخة. وتشير أحدث بيانات مكتب الإحصاء القومي في بريطانيا من تشرين الأول أكتوبر إلى أن 1,200,000 شخص يعيشون مع كوفيد المزمن من المرضى الذين دخلوا المستشفيات والذين لم يدخلوها. 36% من هؤلاء عانوا منه منذ أكثر من عام، مع انتشار أكبر بين العاملين في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية والأشخاص الذين يعيشون في مناطق أكثر حرماناً. وتابعت بأنه حتى لو أدى المتحور الجديد إلى مرض أكثر اعتدالاً من الأمراض السابقة، فهل يمكن أن ينتهي الأمر بعدد أكبر من الأشخاص مثلي؟ وكيف ستتعامل هيئة الخدمات الصحية الوطنية الممتدة بالفعل إذا كانت هناك حالات جديدة من كوفيد المزمن بعد هذه الزيادة الفيروسية الحادية؟ ما زلنا لا نعرف الكثير عن أوميكرون، وسوف تتضح صورة أكمل خلال الأسابيع والأشهر القادمة. وأضافت أن كوفيد المزمن هو مرض معقد متعدد الأنظمة، لا تزال عملياته المرضية غير مفهومة بالكامل، ما يجعل العلاج صعباً، ويتفاقم هذا بسبب مجموعة الأعراض المتنوعة، لذلك لا يوجد علاج مقاس واحد يناسب الجميع. وأكدت الكاتبة أن مرض كورونا المزمن لن يختفي قريباً، ومتلازمات ما بعد الفيروس ليست جديدة، لكننا لم نشهد أبداً أي شيء بهذا الحجم. أخشى فكرة الإصابة بمتحور أوميكرون، من يعرف كيف سيكون رد فعل الجسد هذه المرة؟ يقولون ومن الحب ما قتل، لكنها قصة عشق أحيت الأمل. اختلى صاحبها بنفسه مرتادا للمقاهي لنسيان ماض من الهيام، ليتحول إلى رسام بالقهوة، جاعلا من أطباقها وأكوابها مساحات للتعبير عما يجول في خاطره، ويصنع منها لوحات فنية بطريقة إبداعية. القصة ليست خيالية لكنها واقعية، إذ تروي تفاصيل عاشها الرسام الأردني أحمد القرعان الذي يبلغ 49 عاما، إذ أبدع في فن الرسم بالقهوة المغلية على الأكواب والأطباق ليكتب اسمه بها ومن خلالها في سجلات التميز ويحقق تفرداً فنياً على مستوى العالم. إلى الرسوم الكاريكاتيرية.
نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.